باشرت مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة سيدي بن عباس حملة إعلامية لفئة أرباب العمل والناشطين في القطاع غير الرسمي، وذلك تحت شعار الانتساب إلى الضمان الاجتماعي حق مضمون، وذلك لأجل تذكير أرباب العمل بالتزاماتهم إزاء الضمان الاجتماعي وكذا التعريف بالتسهيلات المقدمة في إطار تدابير تحفيزية في مجال اشتراكات الضمان الاجتماعي بهدف تشجيع التشغيل. تحت شعار الانتساب إلى الضمان الاجتماعي حق مضمون، فمن هذا المنبر نطالب ونطلب من جميع أرباب العمل الناشطين في القطاع الغير رسمي، أي يعني الذين لم يصرحوا بأجرائهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي، أن يتقدموا إلى مصالحنا قصد التصريح بالنشاط بنشاطهم وقصد التصريح بعمالهم الذين لم يصرحوا بهم بعد. وتكتسي عمل التصريحات السنوية أهمية بالغة كونها المحطة السنوية التي يتم فيها ضخ العديد من البيانات المرتبطة بالإجراء، تواريخ التوظيف، الخروج وقيم الاشتراكات، ما يسمح بتحيين الملفات أوتوماتيكيا ناهيك عن تجنب المستخدمين والمؤمن لهم اجتماعيا عن التنقل والوثائق الورقية، حيث استبدلت بتحيينات إلكترونية في إطار مسعى الرقمنة المعتمد. لاكماس واستقبلوني، يعني الحمد لله استقبلوني. ما سبق كنا بزاف مجموعين لوكالة لاكماس، ما كانش عندنا التسهيلات، اما الان كاين تسهيلات اللي هي بلاتفورم تيل ديكلاراسيون، نقدروا من البيرو تاعنا نديكلارو خدام، ما نجوش اصلا لاكماس غير للضروره. ينظم الصندوق أبواب مفتوحة لفائدة أرباب العمل وأيضا حول الامتيازات المتاحة لفائدتهم وفائدة العمال. هذه الأبواب المفتوحة هي تحت شعار الانتساب إلى الضمان الاجتماعي حق مضمون. من خلال هذه الحملة التحسيسية ومن خلال هذه الأبواب المفتوحة راح نذكر أرباب العمل بكل التزامات في مجال الضمان الاجتماعي فيما يخص تحصيل الاشتراكات، فأنه أيضا راح نقوم من هذا المنبر نوجه دعوة لكل أرباب العمل من أجل تحصيل الاشتراكات وأيضا تسوية الوضعية حتى نتفاداو الإجراءات التحصيل الجبري. وأيضا من خلال هذه الأبواب المفتوحة نقدم كل البواب فيما يخص عصرنة القطاع، البوابة الرقمية اللي راح يقوم بها رب العمل بكل العمليات فيما يخص التصريحات، الانتساب عن بعد، وأيضا الدفع الإلكتروني، وحتى المطالبة بجدولة الديون.